السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة بناء على طلب حضراتكم هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا النقش أو الباسورد بطريقة سهلة وبدون فورمات أو روت. أول حاجة هنبدأ ندخل النقش بالشكل ده، هيبدأ يقول لي النقش خاطئ أو كلمة المرور خاطئة، هيبقى في خانتين عندي مكالمة الطوارئ ونسيت كلمة المرور. هتضغط على مكالمة الطوارئ وهتبدأ تكتب الكود ده ورايا. هنضغط على شباك 9 8 وجربها بنفسك، طريقة سهلة وجميلة تقدر تفتح بيها أي موبايل لو نسيت النقش أو الباسورد، وجربها مع أصدقائك. ويا ريت نشير الفيديو ده لكل أصدقائنا ولكل أصحابنا علشان الكل يستفيد وعلشان نقدر نفيد أكبر عدد ممكن. 3 5 6 8 5 7 4 3 5 6 7 9 8 6 4 5 6 8 9. وللعلم في بعض الأحيان الكود ده بيشتغل من تاني مرة، ونادرا لما يشتغل من تالت مرة. ومعظم الموبايلات أو الهواتف الموبايل ده أو الكود ده بيشتغل من أول مرة. لو اشتغل معاك من أول مرة مفيش أي مشكلة، لو اشتغل من تاني مرة مفيش أي مشكلة. 6 8 9 7 4 8 9 8 6 5 7 8 9. بعد كده هنبدأ نضغط على شباك ونبدأ نضغط على زرار بار ونبدأ نعمل إعادة تشغيل للموبايل مش إيقاف تشغيل. هنلاقي الموبايل فتح معانا بدون طلب النقش أو الباسورد، والكود ده في بعض الأحيان للتأكيد بيشتغل من تاني مرة، وفي بعض الأحيان ونادرا لما يشتغل من تالت مرة. والكود ده لبعض أنواع الموبايلات مش لكل الموبايلات. لو الكود ده مناسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك، حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن هعمل عنه فيديو او هبعت لك الكود الخاص بنوع هاتفك في خانة الكومنتات. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، سلام.